لا تؤاخذوني، من صغري وأنا أقرض الشعر، واللي من صغره هو شاعر دائما يكون هواوي أكثر من اللزوم، يمكن لو أني متجه اتجاه ثاني يمكن ذا، لكن الأدب عموما كما قال والدي رحمه الله حينما قال الشعر أدب فلا تجعله ينتقدك، يعني اختر الأجمل. يا سلام. وأنا بطبعي هواوي، لا شفت شيء جاز لي على ما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. انت وش تختار منهن؟ والله لنا بنبي تمام ولنا بعطار، ولكني شاعر الظاهر اني بختار اقربهم الاقرب يعني ما ادري. انا قلت ابيات الحقيقه وانا احنا جايين، صادفني بعض المواقف وقلت دستور دستور رابا هيض وغني يا لجاويد شاعر قلبي هواوي والعذار صوبني، لا شفت بعض العذار اللي تسر وتنها صيد قامت عيوني يتناظر صابني تسعينه جني. أزيني حبة لتل اللي مثل حالي مقاري والبيض لجل شقول في درب الهوى ويجذبني، وانا بدربي لكم وقعت باللي جابت العيد، خلتني يفقد صوابي والعقل مفقود مني، قمت اتوجع من اللي في وجرة تناهي وادعي على وادعي على وش يقول وامتحني، معلش العفو في الكتابة، متلا تسير مهرت انت اسكن بدار مع بني زيد، ما بيني وبينها لا طعس رمل غرب عني، هي عشقتي فالبنات من ويتي من غير ترديد، لا شفت من يش بهلها شدني والقلب حني، وقمت أتعبر
تلهدني سموم النار تلهي ويزنني شوقي الشوفات لطيف الروح سني. الله وانا طالب يا محال مشوش والمحاسين اللي سعوبان نما ما هو بعد المزيون عني. وسلامة الجميع.